السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. خلال حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية القيام بعملية الإكمال التلقائي في مربعات النصوص، بحيث يقوم المستخدم بكتابة جزء من الكلمة فيقوم تكست بوكس بإكمالها وتقديم اقتراحات للكلمات المشابهة والمقاربة لما تمت كتابته. تعالوا بنا في الأول نتعرف على الخصائص التي تمكننا من هذا العمل، ثم بعد ذلك نقوم بمثال بسيط عليها، وبعد ذلك إن شاء الله نقوم بجعل مصدر بيانات هذا التكست بوكس، يعني مصدر بيانات عملية الإكمال التلقائي، يكون عبارة عن جدول موجود في قاعدة البيانات. نحدد التكست بوكس ثم نأتي إلى هذه الخصائص الثلاثة. لدينا الخاصية Auto Complete Custom Source، ولدينا الخاصية Auto Complete Mode، والخاصية Auto Complete Source. الخاصية الأولى أحبتي في الله Auto Complete Custom Source تمكننا من يعني إدخال مصدر بيانات يدوي، يعني نقوم بإدخال مجموعة من المعطيات، وحينما يقوم المستخدم بإدخال كلمة معينة يتم البحث داخل هذه المعطيات، فإن وجد ما يقاربها يتم يعني القيام بعملية الإكمال التلقائي بناء عليه. الخاصية Auto Complete Mode تحدد طريقة الإكمال التلقائي. نون تعني أنه لا يوجد إكمال تلقائي. Suggest تعني أنه سيتم عرض قائمة منسدلة تحتوي على الكلمات المقاربة لما تمت كتابته. Append تعني أنه سيتم إكمال الكلمة وتحديدها كما هو الحال في متصفح جوجل كروم. Suggest Append يجمع بين الخاصيتين، يقوم بعرض قائمة اقتراحات ويقوم في نفس الوقت بإكمال عملية الإكمال التلقائي. أما Auto Complete Source فيتحدد لنا مصدر البيانات، إن كان يعني كاستم إن أدخلناه يدويا أو حددناه بالكود، نأتي إلى هنا ونختار الخيار Custom Source، ويمكننا أيضا عرض أو القيام بعملية الإكمال التلقائي بناء على يعني History List مثلا، آخر الروابط التي تصفحناها، فايل سيستم ملفات النظام وغير ذلك، All URL جميع الروابط المخزنة على الحاسوب سيتم البحث داخلها. سنقوم الآن بمثال بسيط، سنقوم بإدخال مجموعة من الأسماء إلى الكاستم سورس هنا، وحينما يقوم المستخدم بإدخال حرف معين يتم عرض الكلمات يعني المطابقة لما تمت كتابته. أولا نأتي ونقوم بإدخال المصدر، مصدر البيانات يدويا. سندخل مجموعة من الأسماء وليكن مثلا محمد، مصطفى، خالد، كمال، يوسف، يونس، أحمد، أمل، رشيد، رجاء مثلا، نكتفي بهذه المعلومات. نحن الآن قمنا بإدخال مصدر بيانات يدوي، هذا المصدر سيتم اعتماده في عملية الإكمال التلقائي. هنا نوع Auto Complete Mode سنختار مثلا Suggest، عرض قائمة منسدلة تحتوي على الاقتراحات. ثم هنا في Auto Complete Source بدل None نختار Custom Source، أي أننا حددنا مصدرا يدويا. لو نفذنا الآن ستلاحظون أنه بالفعل عملية الإكمال التلقائي في مربع النص ستعمل بنجاح. لو كتبت حرف خاء لاحظوا قام بعرض خالد، هذا النوع يسمى Suggest، أعطاني اقتراحات. لو كتبت ألف عندي أحمد وعندي أمل. لو كتبت الكاف عندي كمال. لو كتبت ميم عندي محمد ومصطفى، هنا أخطأت في كتابتها، لكن لاحظوا أن عملية الإكمال التلقائي تتم بنجاح. هذا النوع من الإكمال التلقائي يسمى Suggest Mode، يعني عرض اقتراحات من هنا يسمى Suggest. هنا أغير فقط الاسم، إذا أردنا أن نجرب باقي أنواع الإكمال نختار مثلا Append، ستلاحظون أنه لن يعرض لي قائمة اقتراحات ولكن سيقوم بالإكمال داخل مربع النص. لو كتبت ألف لاحظوا كتب لي أحمد، كتبت ميم سيجلب أمل وهكذا دواليك. لو كتبت كاف جلب لي كمال، لو كتبت حرف الخاء خالد وهكذا دواليك. هكذا باختصار أحبتي في الله تتم عملية الإكمال التلقائي. الآن بحول الله سوف نتعامل مع مصدر بيانات موجود في جدول. سنفترض مثلا أن لدينا قاعدة بيانات تحتوي على جدول يحتوي على أسماء معينة أو على معطيات معينة، نريد حينما يقوم المستخدم بإدخال جزء من الكلمة يتم البحث داخل هذا الجدول وعرض الكلمات المقاربة لما تمت كتابته. تعالوا بنا الآن إلى الـ SQL Server. هذا الجدول كنا قد أنشأناه في وقت سابق، أدخلنا فيه مجموعة من الأسماء. هذا جدول موجود في قاعدة البيانات المسمى DB Citizens. سنقوم بعملية البحث
أو الإكمال التلقائي بناء على الأسماء المسجلة عندنا هنا. نأتي ونقوم بربط الاتصال مع داتابيز ونقوم بجلب هذه البيانات ونخزنها في داتا تيبل، ثم نتعرف على كيفية القيام بعملية الإكمال التلقائي. نعود إلى البرنامج، ندخل إلى الكود، نقوم بجلب نيم سبيس الخاص بالتعامل مع قواعد البيانات من نوع SQL Server، نعلن عن الكونكشن السيرفر لوكال قاعدة البيانات اسمها DB Citizens، ثم طريقة الولوج Integrated Security يساوي True. هذا فيما يخص نص الاتصال، أخفي هذه الجوانب ليبقى الكود واضحا. آتي وأنشئ داتا أدابتر ليقوم بجلب البيانات as SQL Data Adapter، وأحتاج إلى داتا تيبل من أجل استقبال البيانات القادمة، ثم أقوم بعملية الإكمال التلقائي مثلا بواسطة إجراء صاب مثلا أسميه set text box data source، تحديد مصدر بيانات text box. أول شيء نقوم بجلب البيانات adapter يساوي new SQL data adapter، نقول له select name اسم الحق name from اسم الجدول هو table أو عفوا اسمه citizens، أتحقق name من جدول citizens مكتوبة plural citizens هكذا، ثم نحدد نص الاتصال هنا. بعد ذلك نقوم بوضع النتيجة في الداتا تيبل من خلال الميثود fill، ثم بعد ذلك نحدد الداتا تيبل كمصدر بيانات للتكست بوكس. لكن لا نستطيع ذلك، فلا بد من جعل مصدر الاوتو كومبليت من نوع اوتو كومبليت كاستم او اوتو كومبليت سترينج كولكشن، اتحقق اوتو كومبليت، نعم اوتو كومبليت سترينج كولكشن، هذا هو مصدر البيانات الواجب اسناده للتكست بوكس. فسنقوم في اول الامر يعني بالاعلان عن اوبجكت من هذا النوع، ديم نسمي مثلا داتا سورس از اوتو، أو نقوم باستنساخه as new auto complete string collection، ثم نقوم بتعبئته من خلال تكرار for e as integer يساوي صفر إلى غاية، يعني يبدأ من أول عنصر إلى غاية آخر عنصر في الداتا تيبل dot rows dot count dot count ناقص واحد، ثم نقوم بوضع الأسماء في هذه الداتا سورس data source dot add، ثم نضيف إليها dt dot rows e، ثم الخانة name، أو نكتب صفر لأنها تحتوي على عمود واحد. هكذا أحبتي في الله بهذا التكرار سيتم نقل أو نسخ الأسماء من الداتا تيبل إلى هذا المصدر المسمى داتا سورس المستنسخ من الكلاس auto complete string collection. الآن نعود إلى التكست بوكس، نقوم بإلغاء جميع العمليات التي قمنا بها عليه هنا من الكود. الأوتو كومبليت كاستم كولكشن نعمل له ريسيت ليتم يعني تفريغ هذه الليست، أيضا الأوتو كومبليت مود نعمل له ريسيت ليتم إرجاعه إلى نان، والأوتو كومبليت سورس نرجع نعمل له ريسيت ليتم إرجاعه إلى نان. الخصائص تكون هكذا على الشكل الافتراضي، سنقوم بالتحكم فيها من خلال الكود. نبدأ بالخاصية الأولى، نقول له text box 1 dot autocomplete، ونختار custom source من أجل تحديد مصدر بيانات الإكمال التلقائي. ما هو المصدر لدينا؟ هو هذا المتغير المسمى data source، هذا بالنسبة للخاصية الأولى. ثم text box 1 dot autocomplete mode يعني طريقة الإكمال، سنختار suggest and append يعني يقوم بعرض قائمة اقتراحات وفي نفس الوقت يقوم بإكمال الكتابة في text box، ثم في الأخير text box 1 dot autocomplete source يعني مصدر الإكمال التلقائي ما هو نوعه، هل هو عبارة عن روابط، هل هو عبارة عن ملفات history list، عن ماذا. نقول له custom، نختار من هنا custom source لأننا حددنا مصدر البيانات يدويا، قمنا بجلب البيانات وتعبئتها في data table ونسخها في object من class autocomplete string collection، ثم أسندناها للtext box، نختار custom source هكذا. هكذا أحبتي في الله، بمجرد ما نستدعي هذه البروسيجر سيتم تطبيق خصائص الإكمال التلقائي على مربع النص، وسيتم القيام بعملية الإكمال التلقائي بناء على الأسماء الواردة من جدول السيتايزنز.
تعالوا بنا الآن إلى الفورم لود، ندخل دبل كليك ونقوم باستدعاء هذا الإجراء الذي أسميناه set textbox data source. ننفذ على بركة الله ونشاهد. لو كتبت مثلا حرف ألف، لاحظوا قام بعملية suggest عرض اقتراحات وعمل append قام بالإكمال، ممتاز. لو كتبت ياء، لاحظوا لله الحمد الأمور تمشي بشكل جيد. هكذا أحبتي في الله نكون قد تعرفنا على كيفية القيام بعملية الإكمال التلقائي من مصدر بيانات عبارة عن جدول موجود في قاعدة بيانات. الأمر بسيط كما رأيتم يا أحبتي في الله. خلاصة الأمر يعني تتعلق بثلاثة خصائص: الخاصية Autocomplete Custom Source التي ينبغي أن نسند لها مصدر بيانات من Autocomplete String Collection نضع فيه البيانات التي نريد جعلها مصدرا للإكمال التلقائي، ثم الأوتوكومبليت مود تحدد لنا طريقة الإكمال. اخترنا suggest append يعني العمليتين معا، يعمل suggest اقتراحات ويعمل append يقوم بالإكمال. ثم لدينا الأوتوكومبليت سورس يعني ما هو نوع مصدر البيانات، قلنا له نوع مصدر البيانات custom source لأننا عبأناه يدويا. إلى هنا أحبتي في الله تنتهي حصة اليوم، أدعو لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.